شيوخ الحكام دولة الأمارات، يا فخرنا يا ذخرنا يا حماوانا، يا ليلكم في عالي المجد وقفات، وقفات فيها نفتخر يا ذراوانا. يا شيوخنا حكام دولة الإمارات، يا فخرنا يا ذخرنا يا حمانا، يا ليلكم في عالي المجد وقفات، وقفات فيها نفتخر يا ذرانا. من بعد ما كنا عن الوحدة اشتات، وقف لنا زايد وأجمع لقانا، زايد ابن سلطان رجل المهمات، يالله تغفر له وتقبل دعانا، يالله تغفر له وتقبل دعانا. وخليفة اللي قايد الشعب بثبات، على خطأ زايد يسدد خطانا، محشوم ابو سلطان عن كل هفوات، ونحنا على يمناه ندي ولانا. ومحمد اللي مد للشعب مدات، بالطيب والمعروف خيره كسانا، هذا ابو خالد قوي الارادات، لرضاه كل الشعب قام وتفانا. متحدر من ياس ما يبغي اثبات، حكم للانهيان والله عطانا، في ظل حكمه للقلوب السخيات، قوم ارفعوا بين الدول مستوانا. ندوس روس اهل الحكي والدعايات، وعن تبعة المعصين تكرم الحانا. ما همنا نشر الصور والدعايات، الرجل في الموقف بفعله يبانا. يا دولة الأمجاد بالقلب والذات، على العهد نبقى ما نغير هوانا. وفي ظل ابو سلطان عشنا بمسرات، وبارواحنا نفدي الوطن عن عدانا. ما نرتجي منها بيوت وعمارات، نطلب من الله ما يخيب رجانا، ويحفظ لنا حكام دولة الإمارات اللي علاقتهم وثيقة معانا. الشاعر علي سالم برطاع الهامدي. على العهد نبقى ما تغير هوانا، او يظل ابو سلطان عشنا مسرات، وبارواحنا نفد الوطن عن عداوانا. او يظل ابو سلطان عشنا مسرات، وبارواحنا نفد الوطن عن اعداوانا. ما نرتجي منها بيوت وعمارات، نطلب من الله ما يخيب رجانا، يحفظ لنا حكام دولة الإمارات اللي علاقتهم وثيقة معانا.